طبعا موضوع مهم وجميل، وبنوتات بقى اللي لسه بيبداوا يعني يتعرفوا على القصه دي، وبيبداوا بقى لسه مرحله البلوغ ومرحله ان هم يبقوا يعني خلاص بقى ليهم شخصيتهم، يقدروا بقى يوضبوا اكل ويشربوا ويعملوا، شباب وبنات يعني عموما، مش بس كبار السن، مش بس احنا بعد يعني عمر معين، بعد عمر ايه العشرينات 25 محتاجين لفيتامينز، هم كمان لازم عندهم الثقافه دي، مش بس عشان تقول لك شعري وقع وضوافري اتكسرت واصل تحت عيني في اسود، لازم يفهموا ان دي مضمونها من الداخل، صح كده؟ طبعا. فعايزينك بقى تكلميهم الاول شويه عن الموضوع، انه اهميه الفيتامينز دي مهمه جدا، ومهمه ليهم في ايه، ودي مش هتعرضهم لايه، وهتحميهم من ايه على اللونج ران، عشان هم مش يعني القصه دي بالنسبه لهم شويه. لا، هي قصه الفيتامينات والمعادن مش بس للشعر والبشره والضوافر. لا لا لا، دي مقوله خاطئه جدا. خلي بالك الشعر اللي احنا بنشوفه في الاخر ده، دي اخر مرحله في الشعرايه. لو عندي نقص في الفيتامينز، الجسم بياخد الفيتامينات او الحديد ويقول لك الشعر مش مهم، يقع. نهار ابيض، يعني يقع. الجسم يقع، لان دي اخر مرحله في اخر مرحله من نمو الشعر. اللي احنا بنشوفها بقى، اللي احنا بنشوفها. ايوه بالظبط. فبياخد حتى مثلا الست الحامل لازم تدعم الكالسيوم جدا، لان الجنين هيسحب كل اللي معاها، هيسحب كل الكالسيوم والفيتامينات، ويعني اللي هو عايز هياخده، هي اللي هتبقى هزيله جدا. صح جدا. فقصه هياخد كده كده تغذيته فعلا، هياخد تغذيته، هي اللي هتبقى تعبانه جدا وهزيله جدا. فلازم الست الحامل تدعم جدا بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم. لازم الكبار السن يدعموا جدا، لان كبار السن احيانا كفاءه المعده مش زي ما كانوا شباب، اكيد طبعا، وحموضه المعده مش زي ما كانوا شباب، وامتصاص المعادن والفيتامينات مش زي من وقت ما كانوا شباب. فلازم طول الوقت ياكلوا او ياخدوا فيتامينات ومعادن طول الوقت. من الناس المهمه جدا ليهم الفيتامينات والمعادن اللي بيعملوا دايت، اللي بيقللوا اكلهم جدا، الاصحاب او الداخلين عمليات سمنه سواء تحويل مسار او تكميم معده، محتاجين جدا فيتامينات ومعادن. الرياضيين محتاجين طول الوقت بروتينات واوميجا وفيتامينات ومعادن. الستات بتمر بمراحل عمريه مختلفه، سن البلوغ، أيوة، وقت الدوره الشهريه، الحامل، المرضعه، سن اليأس، كل دي مراحل هي بتمر بيها. انقطاع الدورة، تغيير الهرمونز بتاعتها، فكل الحاجات دي لازم تاخد فيتامينات ومعادن. أهمية الفيتامينات والمعادن في الصحة العامة، من حيث النشاط، من حيث دعم الصحة النفسية، بتدعم الصحة النفسية جدا الفيتامينات والمعادن. التمثيل الغذائي، المناعة، وهرج وأقول بقى في الآخر الشعر والبشرة والضوافر. وبالنسبة للرجال مهم جدا ان هم يعرفوا يديروا طاقتهم. إدارة الطاقة حاجة مش سهلة. صحيح. ده انا دلوقتي بشوف كتير يا عظيمة شباب يقولك عندهم 15 سنة مش قادر، مش قادر اصلي اقوم، مش قادر يعني قوم يا ابني اعمل مش عارف ايه، مش قادر كذا، مش قادر انزل. صح. طيب على الرغم انه ده قمة نشاطه في الفترة في العمر ده. بالظبط. فلازم التغذية السليمة، العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. في التغذية السليمة. نقلل السكريات بقدر الإمكان. جدا. مقليات والحاجات بقى اللي والدهون الغير صحية نقللها. نقلل التدخين جدا، لأن التدخين بيأكسد وبيعمل مشاكل كبيرة جدا في الصحة. نقلل المشروبات الغازيه، مش طول الوقت حاطين اللتر جنبنا وبدل الميه، دي ده خطر كأنه جدا، كانه بديل، هو يتخيل انه كده شرب. انا كده ارتويت. لا، مفيش بديل عن الميه. صحيح. ولا عصاير ولا مشروبات غازيه ولا حاجه. صحيح. كميه الكافيين ما تبقاش اكسيد عن اللزوم، مش كل 5 دقائق اشرب قهوه ونسكافيه، مش كل 10 دقائق اشرب قهوه ونسكافيه، لا، خليها بمعدلات وفترات معينه في اليوم. بالظبط. ومشروبات الطاقه بمعدلات. انا بسمع لنفسي على فكره. انا زي انا بقول لنفسي ده طول الوقت. قاعده كده، لا انا اشرب نسكافيه، بعديها بساعه اقول نسكافيه تاني. انا كده طول اليوم، يعني لازم افكر نفسي لا مش طول الوقت نسكافيه عمال على بطال. وقهوه. الكافيين بيعمل نشاط طبعا، بس زيادته برضه بتبقى، بس زيادته اكسس في الدم هيعمل ضربات قلب عاليه ويعمل سريعه. مظبوط. صح. ويعمل كومبليكيشنز. ومن اهم الفيتامينات اللي تتاخد يوميا بلا انقطاع هو الب مالتي فيت. من الاخر. اوكي. الب مالتي فيت زي ما شايفين شكله على الشاشه.
يتحفظ شكله الحمد لله. بس عشان يعرفوا انه ملوش بديل، لان لسه كل فقره معاكي وكل حلقه يا دينا في ناس جديده بتدخل بتنضم لنا طبعا. وبتبقى لسه بتبقى بتسمع وبتعرف عن الفيتامين ده طبعا، فكلمينا بقى عنه عن خصائص بتاعته. قلب مالتي فيت العبوه بتكفي شهر 30 قرص، كل شريط فيه 10 اقراص. انا داخل قلب مالتي فيت 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن. هيقول لك طب ما هو اي مكمل غذائي تاني فيه برضو عناصر كتير، عندي انت بقى ليه يعني بتدعمي قلب مالتي فيت؟ بدعم قلب مالتي فيت لانه اول حاجه الاعلى في تركيز الزنك. الزنك مهم ان انا اخده انتيك يومي. الزنك مهم لصحه الشعر والبشره والضوافر والخصوب عند الرجال، ومهم لكل العمليات الحيويه. والمعده على فكره بتحب الزنك، حموضه المعده بتحب الزنك جدا. عندي دخله فيتامين سي وفيتامين اي، الاثنين دول اقوى مضادات اكسده، عشان كده انا بيميزني قلب مالتي فيت ان هو جامع الاثنين. الاقوى للمناعه لانه بيحتوي على فيتامين سي وزنك ونحاس. ملم بعائله فيتامين ب الكامله، ودي من احد اهم مميزات قلب مالتي فيت انه ملم وغني بمجموعه فيتامين ب الكامله والفوليك اسيد طبعا والبيوتين والنياسين والثيامين لزياده الطاقه وتحسين سرعه الايض والحرق والتمثيل الغذائي وتكوين خلايا الدم بشكل صحي. ليه بقول تكوين خلايا الدم بشكل صحي؟ لان الكوبالامين هو اللي بيكون لي خلايا الدم. اوكي. كوبالامين هو فيتامين ب 12. ب 12 وبيحتوي طبعا على طول بقول قلب مالتي فيت، اللي بيميزه ان هو الاعلى في تركيز الزنك وقصاده نحاس. اوكي. وقلب مالتي فيت يجمع الاثنين مع بعض، والنحاس انتي ايجنج من الدرجه الاولى، البشره والشعر محتاجين نحاس. ده اللي بيميز قلب مالتي فيت، وطبعا مرخص من هيئه سلامه الغذاء المصريه. طب نجيبه منين؟ طريقة الحصول عليه سهلة قوي، سواء عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة. دي أرقام شركة بايوناتشرال، بنوصل لأي محافظة في مصر. ناس كتير دلوقتي في الغردقة، ناس كتير في شرم الشيخ، ناس كتير في الساحل الشمالي، وهيقعدوا بالشهور، فيقولك طب هنجيبه ازاي؟ احنا عايزينه دلوقتي. انا بالفعل بيجي لي اسئله كده. بالفعل بيجي لي اسئله وبجاوب على اصدقائنا كده. وحلوه قوي عظيمه قلب مالتي فيت، لان اللي بيقعد دلوقتي بيصيف بيقعد قدام اشعه شمس، لازم نبقى اذكياء ان احنا ناخد الحلو من الشمس ونسيب الوحش. التايم اللي هننزل فيه اللي هنروح بيه التايم اللي هننزل فيه وناخد ونحط السان بلوك. السان بلوك ده اساسي على طول. خلاص بقى في حياتنا. السان اويل او الزيت اللي بيتعمل بيه التان ما بتحطش في الوش يا جماعه خالص. جسم بس. جسم بس. الوش لازم سان سكرين. مع السان سكرين لازم اخد قلب مالتي فيت، لان العلماء اكتشفوا ان فيتامين اي وفيتامين سي بيحدوا جدا من اشعه الشمس الضاره اللي هي الالترا فايلت اي وبي. قلب مالتي فيت بيحد جدا من اشعه الشمس الضاره. اشعه الشمس الضاره بتعمل سكين بيرنز، بتعمل حروق في الجلد، واحيانا بتوصل لسكين كانسر. فلازم ان احنا برضو ناخد قلب مالتي فيت، لانه بيحتوي على مزيج فيتامين اي وفيتامين سي. أوكي. وطبعا بيحتوي على البيوتين اللي هو فيتامين بي 7. فيتامين بي 7 كلنا عارفين اول ما شعري بيقع بجري على البيوتين. فقلب مالتي فيت داعم جدا لصحه الشعر. طب وبيحتوي على الكالسيوم اكيد. الكالسيوم عندي 70 ملي جرام. يا جماعه ما حدش يخاف من نسبه الكالسيوم، انا محتاجه 1000 ملي جرام. المصادر اللي احنا نقدر ناخد منها الكالسيوم: الالبان، الجبن، البيض، المكسرات. قلب مالتي فيت داعم لتكوين خلايا العظام لانه بيحتوي على كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام. هايل. يعني دي طريقة بشكل امن. لينا احنا يعني بناخده كل يوم. احنا الحمد لله في الامان. وعايزه ارد يا عظيمه عليكي لما قلت لي طريقه الحصول. انا قلت الاونلاين بلس ان احنا كمان موجودين في سلسله صيدليات كبيره موجوده في روحها في كل محافظات مصر. بلس ان احنا عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرال. بلس ان بقول للدكاتره الصيادله اللي عايزين يوفروا قلب مالتي فيت داخل صيدلياتهم، احنا موجودين في شركه توزيع كبيره جدا من اكبر شركات التوزيع في مصر. اللي هي الشركه المتحده للصيادله. يقدروا يكلموا الشركه توفر لهم قلب مالتي فيت، وطبعا كود الصيادله كمان موجود على الشاشه. معروف. تمام، كويس جدا.